السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم مهندسة سارة علي، والنهاردة هنتكلم عن كل حاجة تخص اختياراتنا للستاير. بس الاول هفكركم تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات. خلينا نشوف الاول صور لاحدث موديلات للستاير، وبعدين هنرجع نتكلم بالتفصيل عن الالوان والخامات والاكسسوارات وكل العوامل اللي هتساعدنا في اختيار الستاير بالطريقة الصحيحة. اولا، الستاير من عناصر الديكور اللي نقدر نعمل بيها خداع بصري. يعني لو عايزين الاوضه تبان ان سقفها عالي، بنعمل طول الستاره من اول نقطه ممكنه في السقف لحد الارض. لو الحي صغير بقى، بنعمل الستاره على قد الشباك بالظبط. لو الحي كبير او عندنا ريسبشن كبير وعايزين نحس اكتر باحتواء المكان، بنعمل ستاره عريضه او كبيره على قد ما نقدر. الالوان مهم جدا انها تكون بتكمل الوان الاساس. كمان اختيار نوع الستاره مهم، يعني هنعمل لها بيت ستاره مثلا، ولا هنبين البايب او الماسوره بتاعه الستاره. وفي حاله ان احنا هنبين الماسوره، فساعتها لازم نختار الاكسسوارات اللي هي الماسوره ونهايه الماسوره والحلقات بعنايه شديده. ما نسيبش بتاع الستاير اللي هو اللي يختارها، عشان مش هيكون عنده فرايتي كبيره ان هو يختار منها. كمان الربطه بتاعه الستاره دي مهم جدا ان احنا نختارها، لان هي بتكمل شكل الستاره وبتدي شياكة وفخامة للستارة ككل. توجيه الشباك من العوامل اللي بتأثر في اختيار الستاير. يعني لو الشباك ده في أوضة قبلية أو توجيهها جنوبي أو غربي، يفضل نختار ستاير سميكة. يعني ممكن نختار طبقتين، أو الستارة نفسها تكون خامتها سميكة، أو بلاك أوت مثلا مع الستارة. واختيار الخامة مهم جدا، إنها تكون مش بتتأثر بأشعة الشمس، يعني لونها مش بيتغير مع الوقت من الشمس. وده حتى لو احنا عاملين معالجة للإزاز زي البلايند اوت او الستيكر اللي بيتلزق على الإزاز، او لو كنا مستخدمين زجاج مصنفر. طبعا الواجهات البحرية اللي هي الشمالية او الشرقية مش بتتأثر قوي بأشعة الشمس، فبيبقى عندنا حرية اكتر في اختيار الخامة واللون والطبقات. يعني ممكن نختار خامات خفيفة زي الشيفون. كمان عامل الخصوصية من العوامل اللي بتأثر في اختيار الستاير. يعني لو الشباك مجروح او مكشوف من الخارج، او في دور ارضي مثلا، لازم ساعتها تكون الستارة سميكة علشان تعزل الشباك دوت خالص عن الخارج وتحقق الخصوصية. وده حتى في وجود معالجة للإزاز، لاننا ممكن نحتاج ان احنا نفتح الشباك للتهوية، بس بنكون عايزين برضو نحتفظ بالخصوصية. نوع الغرفة اللي هيتحط فيها الستارة بيحدد خامتها وسمكها والستايل بتاعها. يعني مثلا الصالون او الريسبشن بيكون هو واجهة البيت، فلازم نختار له ستارة تكون فخمة وغالية. يعني اشيك ستارة في البيت يفضل انها تكون في الريسبشن، بنختارها مثلا قطيفة او اورجانزا او ستان. اوضة النوم مثلا بتكون شوية العامل المهم فيها هو الخصوصية والاضاءة، وده اتكلمنا عنه في الاول، فهنراعيه في اوضة النوم. يعني الخلاصة ان الستاير من اهم عناصر الديكور في البيت، وليها اكتر من فايدة في البيت، ولازم نختارها صح علشان تحقق عنصر الراحة والخصوصية في البيت بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات.